ابن الصلاح تقي الدين وقي سمحتي الأصلي سدا كردي سي الأكراد موصل النشأة ذي النقاش ذي الموصل العراق ولكن أندى يعيش كل حياتيس الكثر الحياتيس وأندى يموت ذي دمشق من المقلول إلى ذي سقواس 577 للهجرة 577 للهجرة ثرق لغذي 1443 باش كذا نزر وكذا كي زرعن زريعة إلهام أتغلثن ذي الآخر واتخدم في اللاسم جاند التريكة ورنكفو ورنحفو أكلمة كفا الدونيث سي 577 ديلول يخدمد تكتب ثاقي أو كتكتب انتي يا سيسنت يكتب اسميس أدب المفتي والمستفتي ذا غدي وثم تكتب في سانة زردام قرآن فقيد تريكا ينس يسعى تريكا نظن يشرح كتاب الورقات الورقات في الأصول لإمام الحرمين الجويني من الميموث إموث 643 للهجرة ابن الصلاح يعني إعاش 66 سقواسن ذا يسيختبن إعاش 66 سقواسن ذا ذا كن دين غيم بوال يرتشيوين اللي نوجدي قموث من 40 سنة في 45 سنة في 50 سنة مثوالاض ذا شو دي جان تريكا أتوحد ربي سبحانه سايون تفسير ثو ذرثن سن سال فاركا ذايا إلا يونك من الإمام السيوطي صاحب الإتقان في علم القرآن جلال الدين السيوطي إيجاد 300 كتاب 300 كتابين صاحب الإتقان في علم القرآن أكثر عند المحققين أكثر من 300 كتاب أما كدني غواي عايش الإمام الذهبي الإمام النووي والإمام الآمدي والإمام ابن عبد البر وسيأتي البيان كان كدني فذر ويمسناوناكي أما ذي اسم ذي مسناون أنتم مورث الزاير إيقغران ذي ثمامرين النغ ولانت المفاجآت أثنتوالي لانت المفاجآت أتصي مسناوني إيقغران ذي ثمامرين النغ أفغن ندفغن زرعن ثموسني غلثن سينسلمن مرة أديوض الوقت عند أد المسلي في اللسن غير دينيغ أما ذي مسنون النغ أد المسلي في اللسن أما ذي مسنون الأمة ينسلم أخاطر وين ديننا لا إله إلا الله محمد رسول الله ينسلم أكني فغويل يا لصليس المهم ذي نسلم إتشيهيد الجندة وكتريكا يجي أريخذ من فلاسم أريقذش فلاسم ابن الصلاح يعاش 66 سنة ما كدنا يموت بسقواس 643 للهجرة ذي دمشق ذينا يقموث ذينا يقنطن.